الخامسة من الميادين وتتابعون فيها. تسعة شهداء من الشرطة العراقية بينهم ضابط بهجوم مزدوج لداعش في ناحية الرياض جنوب كركوك. الفلسطينيون يتصدون للاحتلال جنوب نابلس ويشيعون شهيدين، وعشرات المستوطنين ينتهكون الأقصى، وأبو عبيدة يقول المعركة مفتوحة وقرار زيادة أسرى الاحتلال قيد التنفيذ. وفي انتهاك إسرائيلي جديد، الاحتلال يبعد الأسير الفلسطيني صلاح الحموري إلى فرنسا وباريس تندد. شويغو يتفقد القوات الروسية في المنطقة العسكرية الجنوبية، ورئيس الأركان البريطاني يقول علينا توثيق العلاقات أكثر مع موسكو، وتظاهرات حاشدة في مدن أوروبية ضد الناتو. استشهد تسعة من أفراد الشرطة الاتحادية العراقية بينهم ضابط بهجوم بعبوة ناسفة استهدف دوريتهم في ناحية الرياض جنوب كركوك. وبحسب مراسلنا فأن هجوما مزدوجا بدأ بتفجير عبوة ناسفة استهدف الدورية، تبعه هجوم مسلح. ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مسؤول في الشرطة أن عناصر داعش هم من شن الهجوم. شيع الفلسطينيون في مخيم قلنديا للاجئين الشقيقين محمد ومهند مطير اللذين ارتقيا بعد أن دهسهما مستوطن قرب حاجز زعترة جنوب نابلس في وقت اقتحمت فيه قوات الاحتلال نابلس وشنت حملة اعتقالات بحق الناشطين. نسرين سلمي. على الأكتاف حملا وكل المخيم كان في وداعهما. الشقيقان الشهيدان محمد ومهند مطير من مخيم قلنديا للاجئين شمال القدس استشهدا دهسا على يد مستوطن ادعى أنه حادث، لكن رواية شقيقهما الثالث الذي كان معهما تدحض مزاعم هذا المستوطن. الشيء واضح ومبين 100% أن المستوطن اللي قام بعملية الدهس شافنا احنا بنشتغل في السيارة، فرجع لنا طاير راجع طاير صواريخ، مش راجع يعني بيمشي، راجع يعني 200 بمسرع. فلما رجع ضرب فينا طير السيارة تقريبا 20 متر لتحت، واخوي لقيته مكسوم نصين تحت نازل لتحت بعد جزء 15 متر، واخوي الثاني مشرتح اجريه مكطمة والحمد لله رب العالمين. الشقيقان استشهدا بالقرب من حاجز الزعترة جنوب نابلس، حيث يوجد عتات المستوطنين المتطرفين والعشرات من أجهزة المراقبة التي توثق ما جرى، لكن سلطات الاحتلال لم تشر إلى ما سجلته كاميرات المراقبة في المكان. نحن بحاجة طبعا إلى إيصال هذه الرسالة وكشف الجرائم الإسرائيلية التي ترتكب بحق أبناء شعبنا إلى المجتمع الدولي والعربي، لكي نوضح جرائم هذا المحتل والدماء التي تراق من أجل قضية عادلة. نحن نطالب المجتمع الدولي بإرسال حماية دولية واضحة وحقيقية تقول لهذا الكيان كف مكانك. تنام فلسطين على وقع ارتقاء الشهداء وتصحو على وداعهم في ظل توقعات بارتفاع موجة التصعيد مع تولي الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل زمام الحكم. القيادة الفلسطينية نددت بجريمة الاحتلال بحق الشقيقين مطير، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك لحماية الفلسطينيين وعدم الاكتفاء بالشجب والاستنكار. هذا الأمر الذي يتطلب تعزيز صمود شعبنا الفلسطيني، التأكيد على وحدتنا ومقاومتنا اتجاه هذا الاحتلال وقطاع المستوطنين، والتأكيد على أن حقوق شعبنا ثابتة في العودة وتقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس. وكانت المدن الفلسطينية قد شهدت حملة اعتقالات واقتحامات واسعة للاحتلال، من بينها اقتحام مخيم عسكر في نابلس الذي شهد مواجهات أسفرت عن عدد من الإصابات في صفوف الشبان الفلسطينيين. نسرين سلمي من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة الميادين. هذا ويواصل المستوطنون اقتحام الأقصى منذ ساعات الصباح بحراسة مكثفة من شرطة الاحتلال، وذلك لمناسبة ما يسمى عيد الأنوار اليهودي. سبق ذلك اقتحام قوات كبيرة من شرطة الاحتلال باحات المسجد لتأمين اقتحامات المستوطنين، وشهد بعض أفرادها وهم يخرجون المرابطات والمرابطين الذين احتشدوا داخل الأقصى، وصدحوا بالتكبيرات للتشويش على اقتحامات المستوطنين.
مراسلة الميادين أفادت بإغلاق سلطات الاحتلال باب المغاربة بعد إتمام عمليات اقتحام المستوطنين للأقصى، فيما شنت هذه القوات عمليات اعتقال بحق الفلسطينيين لم تستثني النساء، وهذا ما حصل أمام باب الأصباط أيضا. ولا يهمك ولا يهمك نور. يا جبل ما يهزك ريح، يا جبل ما يهزك ريح. جبنا حاجي اسكت. إلى ذلك، اعتبر المتحدث العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن التهديدات المستمرة باقتحام الأقصى خطيرة جدا وتحتاج إلى استنفار شعبي وأممي، وأكد أن الجنوح إلى التطرف هو بداية زوال كيان الاحتلال قائلا: إن الفلسطينيين أمام معركة وجود وحق وتاريخ. وشدد على أن الأسرى أولوية بالنسبة للمقاومة قائلا: إن قرار زيادة الجنود الأسرى لدى المقاومة قيد التنفيذ. وفي سياق متصل، أبعدت قوات الاحتلال الأسير المقدسي الفلسطيني المحامي صلاح الحموري الذي يحمل الجنسية الفرنسية إلى فرنسا، وذلك بعدما استمر اعتقاله إداريا 9 أشهر وكان في استقباله في المطار حشود من أنصار فلسطين. الحموري كان قد وصف في تسجيل صوتي الخطوة الإسرائيلية بالتهجير القسري بهدف اقتلاعه من الوطن. أتوجه بهذه الرسالة وأنا أتعرض إلى تهجير قسري واقتلاع من الوطن، وأعتقد أن هذا العدو أن بممارسة سياسة التهجير والتطهير العرقي المتصل عليه، إن فلسطينيتنا خيارا واختيار، وفاء وانتماء، أرضا وذاكرة، مكانا وزمان. فلا قرار تهجير قسري وتطهير عرقي يرهبنا ولا يردعنا ولا يردنا عن خيارنا المقاوم. قوات الاحتلال كانت قد احتجزت الأسير الحموري 9 أشهر من دون تهمة رسمية في سجن إسرائيلي، فيما توقعت عائلة الحموري وحملة الدعم له إبعاده بعد انتهاء اعتقاله الإداري، حيث كانت تل أبيب تشتبه بوجود صلات بين الحموري والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. الحموري المولود في القدس الشرقية لا يحمل الجنسية الإسرائيلية، إنما تصريح إقامة. وكانت سلطات الاحتلال قد ثبتت في بداية كانون الأول ديسمبر قرار سحب الإقامة، ما مهد الطريق لطرده على الرغم من موعد مقرر لجلسة جديدة في الأول من كانون الثاني يناير المقبل. قرار سحب الإقامة كان سببه التنسيق بين الحكومتين الفرنسية والإسرائيلية. إلى ذلك، دانت فرنسا قرار ترحيل الحموري إلى فرنسا واعتبرته مخالفا للقانون، وأكدت الخارجية الفرنسية في بيان اتخاذها خطوات عديدة مع السلطات الإسرائيلية للتعبير عن معارضتها طرد فلسطيني مقيم في القدس الشرقية التي تعتبر أرضا محتلة وفقا لاتفاقية جنيف. وأشارت إلى اتخاذ باريس منذ اعتقال الحموري الأخير إجراءات كاملة لضمان احترام حقوقه واستفادته من جميع سبل الانتصاف القانونية وتمكينه من العيش حياة طبيعية في القدس، حيث ولد ويقيم ويرغب في العيش. وفي ملف الأسرى أيضا، زف الأسير محمود العارضة القيادي الشهيد نعيم الزبيدي الذي ارتقى برصاص الاحتلال قبل أكثر من أسبوعين لدى اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين، حيث استشهد معه أيضا قائد كتيبة جنين محمد أيمن السعدي كاشفا عن دوره في مساندة أسرى نفق الحرية. وفي رسالة موقعة من أبطال نفق الحرية 11 كوكبا، كشف العارضة في رسالة من داخل سجنه أن الشهيد الزبيدي وصل إلى قسم الشهيد نوف أو الشهيد نوف انفعات بعدما استدعي من أسرى نفق الحرية على عجل، وكان ذلك في منتصف شباط فبراير من العام الماضي. وأضاف أن القائد الشهيد لبى النداء مرات عديدة، ولا سيما عندما رأى نفق الحرية يشق طريقه نحو القدس، حيث لم يتردد في قبول المهمة ووضع نفسه وروحه قربانا رخيصا لنجاح مشروع الحرية. وكشف العارض أن الشهيد الزبيدي وبعد خروجه إلى سجن النقب بقي على العهد وحافظ على السر كعين ساهرة ترصد الأخبار.
إلى ذلك أكد الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى محمد الشقاقي أن الشهيد نعيم الزبيدي كان سباقا في مساعدة أسرى نفق الحرية. وفي مداخلة مع الميادين شدد الشقاقي على أن رسالة الأسير محمود العارضة تعكس حجم التضحيات التي قدمها الأسير الشهيد نعيم الزبيدي. ولكثرة خروجه إلى المهمات الجهادية هذا الأمر سبب له إحراجا، لذلك تم التخلي عن خدماته في هذا الجهاز في عمله في السلطة الفلسطينية، وأصبح مطاردا للاحتلال الصهيوني وانضم بعدها إلى صفوف كتيبة جنين وأصبح رسميا أحد قادة وكوادر هذه الكتيبة، وبقي مطارد لهذا الاحتلال الصهيوني حتى لحظة استشهاده. اليوم الأسير محمود العارضة عندما زف هذا الرفيق وزف هذا البطل يستحق الأسير نعيم الزبيدي كل هذه الكلمات التي تعتبر هي أصلا خطرة على الأسير محمود العارضة، لكن هذه هي الحقيقة التي يجب أن تبقى واضحة وضوح الشمس أمام الجميع. هذه هي الثقافة التي يجب أن تصل إلى كافة أبناء شعبنا وإلى كافة أسرانا. رغم أنها لا تمثل سوى نقطة في بحر ممارسات الجيش الإسرائيلي غير الأخلاقية ضد الفلسطينيين، تكفي الحوادث الموثقة بالصوت والصورة وحدها لوصم هذا الجيش بجيش التنكيل، خصوصا بعد تجاوزه الخطوط الحمر في الاعتداء على المقدسات المسيحية في القدس المحتلة. هاني فحص. فصل جديد من فصول العدوانية والتنكيل سجله جنود الجيش الإسرائيلي في سجل العار الإسرائيلي باعتدائهم على رجال دين مسيحيين وإهانتهم والاستهانة بمقدساتهم في حادثة وصفها معلقون إسرائيليون بالمخزية والمهينة. الحادثة وقعت عندما بصق جنود إسرائيليون على رجال الدين وعلى الصليب الذي حملوه خلال مسيرة عيد الصليب في القدس المحتلة. ننتقل إلى شهادة من داخل مسيرة الصليب في القدس التي بصق فيها جنود من جفعاتي على رجال دين مسيحيين رفيع المستوى. وقد روى رجل دين رفيع من الكنيسة الأرمنية أنهم بصقوا عليه وعلى الصليب الذي يحمله، وهو يستذكر لحظات من المسيرة الاحتفالية التي نظمت الشهر الماضي والتي تحولت بحسب كلامه إلى مسيرة إهانة وانفعال. حين اقترب الجنود من المسيرة ورأوا الصليب ورجال الدين بصقوا باتجاه الصليب وخلفوا عندنا شعورا بالإهانة وعدم الاحترام للدين وللآخر وللمسيحية. الحوادث الموثقة بالصوت والصورة تعد نمطاً ونهجاً في سلوك الجنود الإسرائيليين وليست استثناءً، تقابلها حالات كثيرة من التنكيل والإهانات غير الموثقة التي تطال فلسطينيين من الضفة الغربية والقدس المحتلة، بما يفرغ من المضمون كل الادعاءات بشأن أخلاقية الجيش الإسرائيلي. أخبرونا عن الجيش قصة تثير القشعريرة عن التنكيل، التبجح، الإذلال واحتجاز للسائقين الفلسطينيين على مدى 10 ساعات أو 12 ساعة من دون مياه أو طعام، حتى إنهم يصادرون أموالهم ويفتحون هواتفهم. ذلك كله ترافق مع تقارير إعلامية إسرائيلية أظهرت كيف أنه في الأشهر الأخيرة تورط عدد كبير من الجنود الإسرائيليين، ولاسيما من كتيبتي تسبار ونتصح يهودا اللتين تخدمان في الضفة الغربية في اعتداءات عنيفة على فلسطينيين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، وكيف استخدموا كل الأساليب والطرق التي تهين الكرامة الإنسانية للفلسطينيين. فاصل ونعود.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا، والآن إلى آخر التطورات في تونس بعد الانتخابات التشريعية التي شهدتها أمس واتسمت بإقبال ضعيف. شكلت نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات التشريعية التونسية التي لم تتجاوز 9% صدمة كبيرة لدى مناصري الرئيس التونسي قيس سعيد. هذا فيما وصفت المعارضة نتائج الانتخابات بالزلزال والدليل على إخفاق منظومة 25 من جويليا، داعية الرئيس سعيد إلى الرحيل. سميح البغامي. زلزال بقوة 8 درجات بفاصل 8، هكذا علقت المعارضة في تونس على نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية، داعية إلى تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة وإعلان الشغور في منصب رئاسة الجمهورية، ملوحة بالتصعيد الميداني. نستخلص من هذا الإخفاق الكبير نداء بأن يرحل. لم يعد أدنى مبرر لبقائه في الحكم. نحن نطلب بأن يرحل من الموقع الذي يحتله بغير حق وعلى غير وجه شرعي. نسبة التصويت في هذه الانتخابات هي الأدنى في تاريخ تونس. أسباب ذلك تعود بحسب مراقبين إلى فقدان المواطن الثقة بكل المكونات السياسية حكومة ومعارضة في ظل تعمق الأزمات الاجتماعية والاقتصادية وفشل الخيارات السياسية التي اتبعتها الرئاسة. نسبة المشاركة في هذه الانتخابات تعكس ملل التونسيين من تعدد الاستحقاقات الانتخابية وعدم انشغال السلطة بالشأن الاقتصادي والاجتماعي، هو الذي دفع التونسيين إلى مغادرة المشهد السياسي وعدم المشاركة في الانتخابات. هيئة الانتخابات عزت تواضع نسبة المشاركة إلى تغيير نظام الاقتراع وغياب المال السياسي عن الحملات الانتخابية، معتبرة أنها لا تعكس فشلاً. أسدل الستار على آخر فصل في خارطة طريق الرئيس التونسي بنسبة مشاركة متواضعة، نسبة لا شك في أن قوى المعارضة ستستثمر فيها لتحريك الشارع باتجاه تغيير المشهد لصالحها، ما يعني أن البلد مقبل على صفيح ساخن قد يلهب مزيدا من الأزمات. سميح البغانمي، تونس الميادين. نددت شركة النفط اليمنية باحتجاز التحالف السعودي سفينة وقود جديدة في عرض البحر ليرتفع عدد السفن المحتجزة إلى 5 سفن منعت من الدخول إلى ميناء الحديدة. حكومة صنعاء اعتبرت أن قرصنة السفن جزء من تحركات التحالف بدعم أمريكي. أحمد زبيبة. 5 سفن نفطية يمنية محتجزة في عرض البحر من قبل التحالف السعودي قبالة ميناء جيزان. التحالف منعها من الوصول إلى ميناء الحديدة مستخدما أساليب القرصنة البحرية لمفاقمة معاناة اليمنيين كما تقول صنعاء، فكل سفينة نفطية ستفرض عليها غرامات تتجاوز 20,000 دولار عن كل يوم تأخير في الدخول، وسيتحملها الشعب اليمني. لا يزال تحالف العدوان الأمريكي السعودي يمارس أعمال القرصنة سواء قبل الهدنة وأثناء الهدنة وبعد انتهاء الهدنة. القرصنة لا زالت مستمرة والاحتجاز لا زال مستمر، ولكن اليوم هناك تصعيد خطير من خلال احتجاز سفن المشتقات النفطية. بالأمس قام باحتجاز السفينة 5، رغم أن هذه السفن تم سداد قيمتها مقدما، تم تفتيشها القصري في جيبوتي، ومع ذلك تم القرصنة عليها والاحتجاز. حكومة صنعاء قالت إن قرصنة السفن اليمنية هي جزء من تحركات قوى التحالف بدعم أمريكي مباشر في البحر الأحمر، والتي تشكل خطورة على المياه الإقليمية وحركة التجارة العالمية وسلامة الملاحة البحرية. رسالتنا لهؤلاء القراصنة وهم محميين من قبل السعودية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية المارينز وأيضا العدو الصهيوني، رسالتنا في أنهم لا يلعبوا بالنار
في هذا المحيط البحري والشريط المائي الآمن. هذا المحيط والشريط المائي الآمن هو سبب استقرار المنطقة. الأمم المتحدة هي طرف معرقل لحركة السفن اليمنية في عرض البحر كما يقول مراقبون، فالسفن تتعرض للقرصنة البحرية وعلى مرأى منها رغم تفتيشها أمميا في جيبوتي. دعت صنعاء الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى الوقوف الجاد واتخاذ الإجراءات الصارمة لحماية البحر الأحمر من قوات التحالف ومخططاتها الاستعمارية ولإيقاف عمليات القرصنة المنظمة. أحمد محمد زبيب، صنعاء، الميادين. والآن مشاهدينا إلى آخر تطورات الصراع الروسي الأطلسي. زار وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية لتفقد عمل القوات في منطقة العمليات الخاصة. وزارة الدفاع الروسية قالت أن شويغو استمع في مركز القيادة إلى تقارير من القادة بشأن الوضع وإجراءات القوات الروسية في مناطق العمليات. في المقابل قال رئيس الأركان العامة البريطاني توني راداكين أنه يرغب في قيام علاقات أقوى مع روسيا لتحقيق أقصى فائدة. صحيفة تيليغراف نقلت عن راداكين بقائه على اتصال بنظيره الروسي فاليري جيراسيموف على الرغم من تدهور العلاقات بين موسكو ولندن، وقد رحب راداكين بكل فرصة للإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة. نشير مشاهدينا إلى أن الأرجنتين تقدمت الآن على منتخب فرنسا بهدف من دون مقابل في نهائي كأس العالم قطر 2022. على خط موازن استمرت الاحتجاجات في دول أوروبية عديدة على تردي الأوضاع الاقتصادية وسط بروز مطالبات بالخروج من الناتو. هذا ما حصل في باريس حيث خرجت مسيرة حشيدة نظمها حزب الوطنيين طالبت بمراجعة السياسة الفرنسية تجاه الناتو وروسيا، وطالب المتظاهرون الحكومة الفرنسية بالخروج من الناتو وإقالة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، كما وجهوا انتقادات حادة لرئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلين مطالبين إياها بالتزام الصمت، ودعوا إلى وقف العقوبات ضد روسيا لأنها لا تخدم السلام بل تجلب البؤس إلى الفرنسيين كما قالوا. يجب على الحكومة أن توقف هذه المذبحة. هناك شركات صغيرة وحرفيون وخبازون وتجار يغلقون أبوابهم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. يجب أن نوقف العقوبات ضد روسيا لأن ذلك لا يخدم السلام هناك بل يجلب البؤس هنا. كل هذا قيل منذ وقت طويل في الحقيقة. ما يحدث الآن هو تخريب كما أنه إجرامي لأنه يضع فرنسا على ركبتيها بالكامل. ألمانيا بدورها شهدت تظاهرات في العاصمة برلين ندد خلالها المشاركون فيها بعمليات إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، وانتقد المحتجون سياسة الحكومة الألمانية في المسألة الأوكرانية مطالبين بدعم مفاوضات السلام لإنهاء الصراع الدائر بين موسكو وكييف، واعتبروا أن الحكومة تضع القوانين ولا تلتزم بها. وفي العاصمة الإسبانية مدريد تظاهر عمال الرعاية الصحية للمطالبة بتحسين ظروف العمل، وانتقد المتظاهرون التدمير التدريجي للصحة العامة في البلاد وللرعاية الأولية على نحو خاص من خلال السعي إلى خصخصة هذا القطاع منذ سنوات، وقالوا إنه بات لديهم وسائل أقل وقوة أقل للاستمرار، مطالبين بتحسين ظروف عملهم منعا لتوجه كثير منهم نحو بلدان أخرى بحثا عن الاستقرار. إلى العناوين. تسعة شهداء من الشرطة العراقية بينهم ضابط بهجوم مزدوج لداعش في ناحية الرياض جنوب كركوك.
الفلسطينيون يتصدون للاحتلال جنوب نابلس ويشيعون شهيدين وعشرات المستوطنين ينتهكون الأقصى. وأبو عبيدة يقول المعركة مفتوحة وقرار زيادة أسرى الاحتلال قيد التنفيذ. في انتهاك إسرائيلي جديد، الاحتلال يبعد الأسير الفلسطيني صلاح الحموري إلى فرنسا وباريس تندد. شويغو يتفقد القوات الروسية في المنطقة العسكرية الجنوبية، ورئيس الأركان البريطاني يقول علينا توثيق العلاقات أكثر مع موسكو. وتظاهرات حاشدة في مدن أوروبية ضد الناتو. للمزيد من الأخبار والتقارير مشاهدين دائما زوروا موقع الميادين في شبكة الإنترنت الميادين.net باللغات الثلاث العربية الإنجليزية والإسبانية. وإلى اللقاء.